مجموعات الأعداد. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ. أول مجموعة هي مجموعة الأعداد الطبيعية Natural Numbers، رمزها N، الحرف الأول من كلمة Natural، وهي الأعداد التي نستخدمها في حياتنا اليومية، كأن نقول عندي 5 أقلام، اشتريت 3 دفاتر ل4 إخوة، وهذه الأرقام التي والأعداد التي نستخدمها في حياتنا اليومية. تبدأ الأعداد الطبيعية بالرقم أو بالعدد 0، 1، 2، 3 إلى ما لا نهاية، هذا رمز اللا نهاية في الرياضيات. هناك ملاحظة أخوتي الكرام بأنه عندما نرفق رمز النجمة مع اسم المجموعة فإننا نعني بذلك عناصر المجموعة كاملة ما عدا الصفر، فعندما نقول إن نجمة فهذه معناها المجموعة إن التي ما عدا الصفر، أي من 1، نبدأ من 1 إلى اللانهاية. طبعا رمز الانفينيتي في اللغة الإنجليزية معناه رمز اللانهاية في اللغة الإنجليزية اسمه انفينيتي. المجموعة الثانية وهي مجموعة الأعداد الصحيحة انتجر نمبرز، رمزها زد، وهي عبارة عن مجموعة الأعداد الطبيعية التي درسناها توان إن مضاف إليها معاكساتها السالبة، أي الأرقام التي أصغر من الصفر. فالواحد فرضا معاكسه ناقص 1، 10 معاكسه ناقص 10، وهكذا. لاحظ الصفر لا يوجد له معاكس لأنه هو ومعاكسه متطابقان، لذلك نكتبه مرة واحدة. إذن الزد هي عبارة عن مجموعة الأعداد الطبيعية زائد معاكساتها السالبة. الرمز زد هو مأخوذ من الكلمة الألمانية زاهل، والتي تعني بالعربية رقم. أما في البرمجة عندما تريد تعريف رقم صحيح بالبرمجة تستخدم انتجر ولا تستخدم الزد كما هو في الرياضيات هنا. المجموعة الثالثة هي مجموعة الأعداد العادية Rational Numbers، رمز هذه المجموعة Q، وهي تضم المجموعة السابقة زد. لاحظوا أخوتي الكرام بأن كل مجموعة تضم المجموعة السابقة زائد مجموعة أعداد جديدة، إذن كل مجموعة أعداد تضم مجموعة أعداد السابقة زائد مجموعة الأعداد الجديدة. الأعداد الجديدة هنا هي الأعداد الكسرية التي يمكن كتابتها بشكل عدد عشري، إما عدد عشري منتهي أو عدد عشري دوري. كيف ذلك؟ 1/2 هذا عدد كسري، إذا أردناه أن نكتب بشكل عشري كتبناه على شكل 0.5، إذن هذا عدد عشري منتهي. ما معنى كلمة منتهي؟ أي أن الخانات بعد الفاصل، هذه الفاصل العشرية، الخانات بعدها تقف عند حد معين، لا تبقى مستمرة إلى اللانهاية. مثال آخر، 1/4 هذا عدد كسري، إذا حولناه إلى عدد عشري أصبح 0.25، إذن كتبنا خانتين وانتهينا، لذلك اسمه عدد عشري منتهي. مثال ثالث، 11/8 تساوي 1.375، إذن عدد عشري منتهي، بعد الفاصلة هناك 3 خانات وفقط. إذن هذه الأعداد اسمها أعداد كسرية، وهذه الأعداد اسمها أعداد عشرية منتهية. طيب الأعداد العشرية الدورية، ما هي الأعداد العشرية الدورية؟ هي الأعداد التي تتكرر الخانات بعد الفاصلة فيها. لاحظوا 1/3 هذا عدد كسري، عندما حولناه إلى عدد عشري أصبح 0.333 إلى ما لا نهاية، فهذا اسمه عدد دوري. لماذا؟ لأن الرقم 3 تكرر. مثال آخر، 9/11 تساوي 0.81 إلى ما لا نهاية، إذن 81 هذا تكرر، هذا دوري، إذن هذا الرقم اسمه عدد عشري دوري، وهذا اسمه عدد عشري منتهي. إذن هذه الأعداد تنتمي إلى المجموعة Q. هناك عندنا شيء اسمه عدد عشري غير منتهي وغير دوري. ما هو؟ هو العدد العشري الذي بعد الفاصلة العشرية تجد الأرقام مكررة إلى اللانهاية، لكنها ليست دورية، ليست بهذا الشكل، هي عبارة عن أرقام متتالية إلى اللانهاية ولكنها عشوائية ليست دورية، مثل جذر الاثنين يساوي 1.4142 إلى ما لا نهاية من الأرقام. إذن هذا اسمه عدد عشري غير منتهي، وهو لا ينتمي إلى مجموعة الأعداد العادية Rational Numbers. أول ملاحظة أخوتي الكرام، Rational معناها منطقي أو عقلي أو معقول، لذلك ممكن عندما تقرأ أي مرجع تسمعهم يقولون مجموعة الأعداد المنطقية، فالمقصود فيها هي الأعداد العادية. الملاحظة الثانية، الرمز Q مأخوذ من اللغة الإيطالية الذي معناها كوازينتي،
لا أعرف إذا لفظتها صحيحا، ولكن أعتقد أنها كوازينتير، والذي معناه بالعربية حاصل القسمة، معناه بالعربية حاصل القسمة. أيضا هذا رمز كيو مأخوذ من اللغة الإيطالية. المجموعة الرابعة والأخيرة هي مجموعة الأعداد الحقيقية Real Numbers، رمزها R، الحرف الأول من كلمة ريال حقيقي ومعناها، وهي تضم مجموعة الأعداد العادية كيو بالإضافة إلى الأعداد الغير منطقية التي اسمها Irrational Numbers. Rational معناها منطقي، Irrational غير منطقي. أشهر الأعداد الغير منطقية فرضا جذر الاثنين. جذر الاثنين درسناه قبل قليل، هو عدد غير منطقي. لاحظوا هذه الإشارة تقريبا، هذه الإشارة لا معناها يساوي تقريبا. إذا جذر الاثنين تقريبا يساوي 1.41. أيضا من أشهر الأعداد الغير منطقية عدد الباي، ويساوي تقريبا 3.14. أيضا العدد النيبري إي أو ثابت أويلر يساوي تقريبا 2.71. أيضا أشهر الأعداد المنطقية النسبة الذهبية، أعتقد ترجمتها Golden Ratio، تساوي تقريبا 1.61. هذه من أشهر الأعداد اللامنطقية الـ Irrational Numbers، والتي تنتمي إلى مجموعة الأعداد الحقيقية التي هي أوسع مجموعة أعداد. بذلك أخوتي الكرام نكون قد أنهينا المجموعات العددية الأربعة التي تدرس في منهاج الرياضيات السوري في مرحلة التعليم ما قبل الجامعي. أرجو من الله تعالى أن يكون هذا الدرس نافعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.